خلينا نروح للمنتخب وشخصيه كروش اللي انت بتتكلم عليه. كروش يمكن فاجئ المجتمع المصري وفاجئنا كلنا ببعض الاختيارات اللي كانت في وجهه نظرنا كان عليها علامات استفهام كتير جدا. لو اتكلمنا على شخصيه اللعيب وقد ايه تكون مهمه جدا انه يبني نفسه بشكل كويس، شخصيه المدرب كمان بتختلف مدرب عن مدرب. يعني انا هقول لك على سبيل المثال، انا وانا في سويسرا كان في مدرب اسمه اولي شتيلكا. اولي شتيلكا ده مدرب الماني كبير، شخصيته قريبه شويه من كروش، شخصيه صارمه جدا، مش هقول لك عنيد ولكن عنده افكار مختلفه. على سبيل المثال هقول مثل، يعني كابتن حسام حسن كان مكسر الدنيا في سويسرا، كان في نيو شاتل تقريبا، كان نيو شاتل مظبوط، وبمجرد انه اتاخر مرتين في التمرين نزل يلعب مع قطاع ناشئين لمده اسبوع او حاجه. فعايز اقول لك ان كاركتر المدرب كمان يعني لازم اللعيب بياخد من شخصيه المدرب. كروش كان عنده شويه انتقادات كبيره جدا في الفتره الاولى، وده من حقنا ان احنا ننتقد، واحنا اللي قلناه ايام مثلا مباراه نيجيريا وعدم يعني وجود لعيبه في مراكزها واختلاف المراكز ولخبطه شويه، هنتكلم بقى بالتفصيل. لكن انا بتكلم على شخصيه كروش. كروش خلينا نتكلم ان هو ليه شخصيه معينه لازم المنتخب يتعامل مع هذه الشخصيه. هو كمان اعتقد في الفترات الاخيره من خلال تصريحاته بدا شويه يفهم العقليه المصريه شويه، ويبدا يتكلم بصيغه احنا حابين ان احنا نسمعها. لكن اولا واخيرا زي ما بقول، هي شخصيه المدرب اكيد بتلاقيها كمان على طريقه اللعب، على الاتيتيود بتاع اللعيبه يعني.